الله الله عليكم بجد، وانتوا قاعدين وشكلكم حلو ومبسوطين كده ومكسوفين. اصل الكسوف حلو، واكيد يعني شيء جميل ان يبقى عندنا دم في زمن فيه الدم بقى عملة نادرة. ايه ده، اتضحك عليكم عشان بتتكسفوا؟ يا عيني، ما انتوا اللي بتتكسفوا. حد قال لكم تتكسفوا وتسيبوا الناس تدوس عليكم وتاكل حقكم؟ اذا كان اللي بياكلوه مش بيتكسفوا هما بياكلوه، نتكسف احنا ليه؟ هل مديرك اتكسف يطلب منك انك تشيل شغل 3 موظفين؟ طب تتكسف انت ليه تطلب تتقدر؟ طب جارك اتكسف يسألك انت بتقبض كام؟ تتكسف انت ليه تقول له مالكش دعوة؟ وكلكم وطنط حشريكم تاني. انت هتتجوزي امتى بقى؟ فتتجوزي. وانت بقى حبيبتي هتخلفي امتى؟ فتخلفي. هتجيبي بقى العيل التاني امتى يا حبيبتي؟ فتجيبي العيل التاني. طب البنوتة حبيبة باباها جاية امتى؟ لا بقولك ايه، خدي حياتي انت عيشيها عشان انا عندي شغل الصبح بدري ومش فاضيالك. لو رجعتوا كل حاجة وحشة في حياتكم هتكتشفوا ان سببها موقف سكتوا فيه مع ناس بجحة. اتعاملوا مع الناس البجحة ببجاحة واوعوا تتكسفوا. خلوها في ودنكم وقولوها لنفسكم كل يوم زي ما قالوها اللي فاتوا، اللي اختشوا ماتوا.